استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع هذه هي البحرين، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للتسامح بحضور فخامة الرئيس حارث سيلاذيتش الرئيس الأسبق لجمهورية البوسنة والهرسك والوفد المرافق وسعادة السيد ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة زيارتهما للبلاد. Thank you.
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم. شرف عظيم يا سيدي أن يتجدد اللقاء بجلالتكم مع احتفال مملكة البحرين أرض التسامح والتعايش السلمي باليوم العالمي للتسامح، والذي يتزامن هذه السنة مع مناسبة تاريخية عزيزة على قلب كل بحريني، هو الاحتفال بمرور 100 عام على التعليم النظامي، لتأتي فعالياتنا تحت شعار نتسامح لنتعلم، نتسامح لنعمل، نتسامح لنكون. سيدي يا صاحب الجلالة، خطوات على الأرض سارت وهمم مع هامات السحاب تلاقت، لتجسد رؤية جلالتكم الملكية السامية ما يميز عهدكم الميمون من إعلاء قل نظيره على وجه هذه البسيطة لمعاني الوئام ودعم ازدهار الأوطان وبناء السلام، في سعي سام وجبار لجلالتكم لمحو مصطلحات الكراهية والعنف والتعصب من قاموس البشرية. الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يتجدد اللقاء بجمعكم المبارك، وأن نرحب بالأخ الكريم فخامة الرئيس حارث، شاكرين له حضوره معنا اليوم، ومتمنين له طيب الإقامة في البحرين. وننتهز هذه الفرصة الطيبة بالإعراب عن ارتياحنا وتقديرنا لما تشهده أعمالكم من نشاط متواصل في الداخل والخارج، وبتعاون مثمر بين المؤسسات المعنية للتعريف بتجربتنا البحرينية بتقاليدها المتميزة والمتحضرة في التعامل المجتمعي المتسامح والمتآلف والمرن، وبنائها المدني العريق تحت ظل دولة القانون والمؤسسات المنظمة للحقوق والحامية للحريات. واستطعنا من خلال هذه التجربة الرائدة ولله الحمد أن نحافظ على استقرار وطننا ووحدة شعبنا المعروف بتحضره وتمسكه بالقيم الإنسانية المرسخة للسلام والوئام والقائمة على احترام كافة الشعوب والأديان، وهي قيم نابعة من جوهر شريعتنا الإسلامية السمحاء. حضور الكريم، يحتفي العالم سنوياً في هذا الشهر بأهمية التسامح في حياة الشعوب كوسيلة أساسية لتحقيق السلام ولبقاء الإنسانية واستمرار تحضرها. ونفخر بالقول هنا بأننا لم نستشعر قط بأن نهج التسامح في بلدنا هو نهج مفتعل أو ممارسة طارئة، بل نجده متجسداً كسلوك حضاري وممارسة متأصلة، وتؤكد العديد من الشواهد المادية والمعنوية المتمثلة في التعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة، وفي التوافق والانسجام بين الثقافات المتعددة، وعبر مبادئ دستورية ثابتة وقوانين ملزمة تنبذ كافة أشكال الكراهية والعنف
والتمييز، ونجد بأن الانفتاح والتفاعل الحضاري لمجتمعنا قد أسهم بشكل كبير في تقوية قدرتنا على التواصل الإنساني، فكانت البحرين ولا تزال موطناً حاضن للتعددية ومركز للتلاقي الثقافي وللتعايش الديني والإنساني. وسنستمر بعون الله وبمساندة الجميع في حمل ونشر رؤيتنا ورسالتنا الداعية للسلام وللتقريب بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم، إيماناً والتزاماً منا بقيم المحبة والتسامح والتآلف والتي نادى لها وعمل بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، على امتداد تاريخ طويل من الانفتاح والتنوع الثقافي وتمازج الأديان والحضارات، يقف نموذجكم الفريد في حب الآخر وتقبل المختلف شامخاً في عالم تتلاطم فيه أمواج من الانغلاق والإقصاء ونبذ التعددية، ليكون نموذجكم يا صاحب الجلالة منارة وضاءة ترشد سفن الشعوب والمجتمعات التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات إلى بر الأمان. كلمة السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات. Your Majesty, King Hamad bin Isa al-Khalifa, Your Excellency. وعبر السيد ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كلمة له عن فخره بلقاء جلالة الملك المفدى، خصوصا وأنه يمثل تحالف الأمم المتحدة ويقود منظمة هدفها الرئيس يتماشى مع كلمات ورؤية جلالة الملك في تعزيز التعايش السلمي والتنوع والتسامح والتعددية. وأكد موراتينوس بأن التعددية والتسامح والتنوع في المملكة يغذي ويثري مجتمع البحرين، مشيراً إلى أن أماكن العبادة مجتمع متعدد الثقافات والأديان والتي عاشت على مدى سنين، وأن إعلان مملكة البحرين يعكس هذه الأهمية وينبذ جميع أشكال الكراهية والتمييز والتي تعزز من تلك الجوانب السلبية، مشدداً على أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعكس هذه المفاهيم على أرض الواقع. وأشار الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كلمته إلى أن مملكة البحرين تعد نموذجاً من النماذج الناجحة في التعايش والتسامح ونبذ الكراهية، مشدداً على أهمية التعاون مع المملكة ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لتعزيز تلك المفاهيم على المستوى الدولي، لا سيما في مجال التعليم وتعزيز حريات المعتقدات والأديان. ونوه إلى أن تحالف الأمم المتحدة للحضارات يحتضن العديد من الثقافات ضمن إطار إنساني واحد وتعزيز الحوار والنقاش بين الأديان. واختتم موراتينوس كلمته بتوجيه الشكر لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. These houses of worship serve the multi-ethnic, multi-faith, and multicultural community that had lived in Bahrain decades ago. The Bahrain Declaration reflects the reality which is emphasized on freedom of religion, denouncing all form of violent extremism and act for, of terror and hate speech leading to incitement. The King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence translate these principles into action. I see many synergy in the work we do at the United Nations Alliance of Civilization and the Center, particularly in the area of education and promoting interfaith dialogue. Your Majesty, Your Excellencies, 2 days ago we celebrate the International Day
of tolerance. The day is a reminder of UN, the charter of the founding father of the United Nations, which referred to we the peoples of the United Nations, who are determined to practice tolerance and live together in peace with one another and neighbors. Those universal values are humanistic values inherent in all faiths. It's today complex world where conflicts are multiplying and people whose identity are defined by religion, culture, ethnicity continue to be besieged by hatred. We indeed need to commit ourselves every day of these principles. A holistic approach is the way to respond to global challenges of this nature. Security measures will not suffice to stem up the scourge of terrorism, sectarianism, and racist rhetoric. We need to counter this false narrative with a true one that offers human solidarity and hope. Strengthening interfaith dialogue against bigotry and hate should guide our collective action. From the local community to cyberspace, the voices of inclusiveness, tolerance, and respect of the other must be heard. In preparation of the speech of today, Your Majesty, I draw inspiration from Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, the Magna Carta of all humankind, which states, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. All the prophets and religious messengers throughout history have preached a similar message of peace, love, and tolerance. For instance, the dignity of human being in Islam derived from our common humanity, regardless of race, creed, color, or gender. Islam viewed the world as a single family with global citizenship, the basis for cooperation and peaceful coexistence. Islam is a faith of tolerance, a faith of humanism that is important to recognize when we talk about Islam today. I quote from the Holy Quran, Surat Al-Huriyat, O mankind, we created you from a single pair of a male and a female and made you into nation and tribe that ye may know each other. And these values are not limited to the scripture of these three monotheistic religions. They are cherished by all the world's major religions and faith. Yet, in all corners of the world, we see an erosion of these universal values and growing social and cultural divides where tribalism, ethnic violence, Islamophobia, antisemitism, xenophobia, hate speech, and ultranationalism are in full swing. These atrocities continue to shock the conscience of humanity. This brings me to the United Nations Plan of Action to Safeguard Religious Sites, which was my offer developed and was launched by UN Secretary General on 12 September. The plan came in response to the successful attack on religious sites in New Zealand, Sri Lanka, the US, and elsewhere. It was conceived as an action-oriented framework for action with suggested recommendations to support the state and relevant stakeholders in their effort to prevent possible attacks against religious sites and to be better prepared to safeguard religious sites and worshippers. A great emphasis is placed on the role of religious leaders and faith-based organizations in the prevention segment of the plan. Given Bahrain's successful model of peaceful coexistence, I hope that we can work together through the King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence to take this plan forward to the implementation phase, particularly in the area of interfaith education and promotion of freedom of religion and belief. Your Majesty, Excellency, distinguished guest, the United Nations Alliance of Civilization derived and embraced the motto, many cultures, one humanity. We work to promote intercultural and interreligious dialogue as a viable tool to achieve this goal. And we all truly believe and work for fulfilling the motto, we will succeed in transitioning from tolerance to a mobile human virtue, its acceptance and respect of the other as a noble human act. Let me conclude by quoting the Bible. Love your neighbor as yourself. No commandment is greater than this. Mark
1-9. And from the Torah, Talmud Shabbat 31, what is hateful to you, do to another. That is the whole Torah. With these inspiring words, I conclude my speech. I truly thank Your Majesty for Your gracious welcome to me and Your beautiful country. I also thank the King Hamad Global Center for Peace Cooperation to this hospitality. Thank you very much. سيدي صاحب الجلالة، مشروعكم الإصلاحي عظيم بمرتكزاته، سابق لعصره، سرمدي برسالاته الإنسانية النبيلة. حملتم على عاتقكم مهمة جسام في سبيل أن يعم الخير والسلام جميع بني البشر، لتكونوا أيدكم الله خير من يمثل الإسلام بتعاليمه السمحاء والأمة العربية بحضارتها العريقة، متسلحين بمبادئ الوسطية والاعتدال وحرية التدين والإخاء بين جميع الحضارات والأديان. كلمة السيدة بيتسي ماثيسون النائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. Your Majesty, Your Highnesses, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen. وعبرت السيدة بيتسي ماثيسون الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في المملكة عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى والفخر بإنجازاته العديدة التي شهدتها مملكة البحرين وجعلتها رائدة في العديد من المجالات. وثمنت ماثيسون دعوة جلالة الملك المفدى إلى زيادة التركيز على التعليم في العصر الرقمي وعلى تمكين الشباب من أجل ضمان استمرار دور البحرين القيادي في مجال التعليم، مشيرة إلى الانطلاق الناجح لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا، إضافة لبرنامج حمد الأكاديمي في روما، حيث شهد البرنامج إقبالا شبابيا من جميع أنحاء العالم لدراسة كلمات جلالة الملك المؤثرة في إعلان مملكة البحرين. وأكدت ماثيسون أنه منذ إطلاق أول مجموعة من 20 مشاركا من برنامج الملك حمد للإيمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح، قاموا بتوجيه شباب آخرين خلال الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة العالمي للتسامح بمشاركة أكثر من 1000 طالب. وعبرت ماثيسون في كلمتها عن فخرها بمدى استجابة الشباب للبرنامج، حيث تم تلقي أكثر من 1300 طلب من الشباب الذين يتوقون إلى تبني رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله وأن يصبحوا جزءا من برنامج الملك حمد للإيمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح. ونوهت ماثيسون إلى أن استجابة لهذا الطلب تجرى الاستعدادات لتوسعة نطاق البرنامج. وأشارت ماثيسون إلى أن فلسفة جلالة الملك المفدى هي أن الشباب هم الحاضر، وأنه يجب علينا تمكينهم بالمهارات والمعرفة والثقة لكي يحلوا مكانهم في العالم اليوم. Director and founder of Faith and Leadership, Mr. Krish Raval, has been awarded the Order of the British Empire Medal by Her Majesty Queen Elizabeth for his dedication to education, and His Royal Highness Prince Charles endorses and encourages his organization's noble objectives. Your Majesty, over the course of 1 year, the participants progressed through 3 modules taught here in Bahrain by visiting faculty from the United Kingdom. Participants are taught leadership skills that will enable them to excel in their studies, career, and throughout life as compassionate and caring individuals. Your Majesty, part of the pledge that King Hamad Fellows make is to give back to their country by mentoring other young people to share their knowledge and skills and to inspire others to embrace Your Majesty's vision. Your Majesty, since the launch of this first group of 20 participants of the King Hamad Faith and Leadership Fellows program, they have already mentored other young people during our United Nations International Day of Tolerance celebrations with the participation of over 1,000 students.
Your Majesty, we are proud to announce that we have been overwhelmed by the response from our young people, and we have now received over 1,300 applications from youth who are eager to embrace Your Majesty's vision and become King Hamad Faith in Leadership Fellows. So in response to this unprecedented demand, preparations are being made to rapidly expand the capacity and reach of the King Hamad Faith in Leadership Fellows program and ensure that we leave no one behind in our quest to serve the dreams and aspirations of all of our young people. Your Majesty, it is often said that young people are our future, but we know that Your Majesty's philosophy is that young people are our now. And so we must empower them now with the skills, knowledge, and confidence to take their place on the world stage today. Your Majesty, the King Hamad Global Center and This is Bahrain stand behind Your Majesty in this regard, and we pledge to continue to work tirelessly to create world-class education opportunities for the youth of Bahrain that will enable them to shine and make Your Majesty proud of our youth and their achievements. Your Majesty, in the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, a father gives his child nothing better than a good education. Your Majesty, as the father of our nation, we thank you from the bottom of our hearts for this most precious gift for your sons and daughters. May Allah continue to bless Your Majesty and all Your Majesty's wise, honorable, and compassionate leadership endeavors for the Kingdom of Bahrain and her dear people. Thank you, sir. ثم التقطت صورة تذكارية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مع الفوج الأول من الطلبة الخريجين من برنامج الملك حمد للإيمان بالقهد الشباب لنشر قيم التسامح، والذين حصلوا على شهادات معتمدة من جامعتي أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين.